FM. الكلمة ليك. احنا في جيلنا في الكوجينة متاعنا أماتنا وجداتنا كانوا عندهم 5 غرابي، الطلاع والسقاط والممضة وغربال الشعر. احنا عندنا غربال واحد في السياسة متاعنا. في عوض قاعدين نحوسوا بميكروسكوب، نفركسوا في الجزئيات الدقيقة ومنحيناش من 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 طريقنا العقبات الكبيرة اللي واضحة. احنا ما حددناش مع شكون وضد شكون، ولا على الاقل مع شكون، مش لازم ضد شكون. احنا نتحالفوا، جينا للسياسة بالكساوتين تاع الستينات. اليوم كنت نقول لمدة طويلة انه امريكا مش بالضرورة حليف الغرب الاوروبي، الجناح الاوروبي للغرب، واليوم بدأت تتأكد الحكاية. اليوم ظهرت بطريقة واضحة جدا. اليوم ثم اورغانيزاسيون دو لا ريزيستانس، قاعدين ينظموا اوروبا. كيف ستولى؟ انهارت لي تولى ترامب هولندا تيروريزي مش يجري المركل. ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في البوندستاغ الألماني، البرلمان الألماني، تنقل إلى أمريكا يربط في تحالفات وشيء غريب حتى مع برلمانيين من الحزب الجمهوري. نعرفوا حتى يعني المعارضة ترامب حتى داخل الحزب الجمهوري داخل ممكن المراهن عليها. احنا شفنا وزيرته متاع العدل البارح استقالت، ووزراء العدل في وزيرة بنية برامو. المهم انه استقالت، وهذا امر ماهوش عادي في امريكا. وثم وقع اقالتها وزراء، لا استقالت وزراء العدل في اماكن في دول اخرى زادها تعرضوا له، وقال حتى بشيء. وعلى فكرة الإجراءات اللي خذها صالحة 90 يوم، لأنه ما تنجم تتواصل ما بعد 90 يوم إلا إذا كان أقرت في شكل قانون. شفنا إجراء كبير يغيب على بعضهم، وهو أكبر مؤسسة اقتصادية أمريكية جنرال موتورز. أيوة. قررت باش تنقل عكس التوجه اللي أعلنه ترامب مصانع متاعها إلى المكسيك وإلى كندا. يعني قالت راني سياستي ضد سياستك، وإحنا نعرف وقت ريغان وقت اللي قنبل على ليبيا اطلقوا الشركات الأمريكية تنسحب من ليبيا. إكسون قالت لا، عندي مصالحوني في البلدان الديمقراطية. الاقتصاد ما يخضعش اون تو بوان في كل المجالات للسياسة. السياسات عندهم قيمتهم، عندهم قيمتهم وعندهم سياستهم، ويعرفوا خير من السياسيين. وانت كيف تمشي تعمل الببليسيتي متاع شركة وانت رسمي، يقول لك بربي يجيب لنا الآخر. ورجل الأعمال كيما الماء يعرف المنحدر، يعرف فين يمشي باش يخلط الماء له، ما يستناش حتى هو كيبدا يحوس فيناش حتى توريست. أي. يشوف 3-4 حاجات من القطاع ويفهم سياسه الدوله الكل في القطاع اللي يهمه هو شنية. احنا اليوم يلزمنا نحدوا اولا ساعه لي زابيسي نتاع السياسه عموما، انك تضمن السلم والاستقرار على حدودك الساعه اول حاجه، ومع اجوارك المباشرين. ما كانش مثلا هذه المبادئ الأولية للسياسة. احنا ما نعرفوش المنظومة الإقليمية بيني، ونشوفوا حتى الندوة اللي بيشتير القمة اللي سميها قمة راو ما أمريكا وحلفائها والمنظومة منظمة الحلف الأطلسي ما أوكلتش لحتى حد بيش يتكلم باسمها. هذا الملف متاع ليبيا ومتاع المنطقة الكل وإفريقيا، لأنه ثم صدام بين ولا على الأقل تنافس بين الصين وأمريكا وأوروبا في المنطقة، وثقيل بدرجة أنه ما تنجمش أمريكا والناس هذوما يعني هالبلدان توكل أمرها لتونس ولا مصر ولا الجزائر. الكلمة ليك.